التوسيع السريع. إعادة التدوير هي طريقة لتقليل كمية القمامة اللي لازم نتخلص منها، وعن طريقها يمكن إعادة استخدام بعض المواد اللي كان من المفترض أن نتخلص منها وتصنيع منتجات جديدة. وإعادة التدوير مهمة في المحافظة على الأشجار والنباتات، وبتقلل من التلوث وتوفر المال والطاقة، وبتساعد على توفير المساحة في مكب النفايات، وبتقلل من مواد الخام المستخدمة، وكمان بتقلل من المواد الكيماوية الضارة. والأمثلة على إعادة التدوير كتير كتير، وأنتوا أصدقائي إذا كان في عندكم طرق مبتكرة لإعادة التدوير يا ريت تكتبوها تحت بالتعليقات أسفل هذا الفيديو لحتى الكل يستفيد. وبالنهاية بتمنى لكم أفكار مبدعة ووقت ممتع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.